اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في لابريمات وحلقه جديده نواصلوا فيها استعراض ارقام لاعبين نادي الفريق في مرحله الذهاب. اليوم باش نحكوا على خليل القصاب اللاعب وسط الميدان اللي كان شارك في 7 مقابلات دونك للكل كان لعبه بمعدل او بعدد دقائق 513 في 7 مقابلات وبمعدل 85.5 دقيقه في المباراه الواحده. في المباريات الكل كان اساسي دونك في 7 مناسبات وتم استبداله في 2 مقابلات. كانت مباراة أولمبي الباجي بين الشوطين دونك لعب شوط واحد، مباراة ترجي الرجيسي في دقيقة 71 وكان على بنك البدلاء في مباراة واحد هي مباراة هلال الشابة وكان دخل بين الشوطين دونك لعب كان الشوط الثانية كهوة. بقيت الأرقام كالعادة جوست 6 مقابلات بركة ديما نعود نذكر يعني مباراة الرجيش ما تعدلش دونك ما عندناش الإحصائيات نتاعها دونك نعتو كان بقيت 6 مقابلات. بالنسبة للمس الكرة كان مس الكرة 280 مرة بمعدل 46 لمسة في المباراة الوحيدة وكان استقبل 140 تمريرة وهو أعطى 140 تمريرة بنسبة نجاح 93%. بالنسبة للتوزيعات كان عمل توزيعة واحدة وللأسف ما كانتش ناجحة. الثنائيات الأرضية نسبة نجاح نتاعها بها مش خايبة، كان عمل 21 ثنائي بمعدل 3.5 في المباراة الواحدة ونسبة نجاح 90.5%. الثنائيات الهوائية بار كونتر كما بقيت الملاعبين كلها دونك 4 في 6 مقابلات بمعدل 0.6 في المباراة الوحيدة وبنسبة نجاح 50% دونك متوسطة. والعمل الدفاعي ككل كان شارك في 25 عملية دفاعية بمعدل 4.16 في مباراة واحدة نسبة نجاح 84%. من ناحية الهجومية كان قام بخمسة تسديدات نحو المرمى منها 2 مؤطرة ودون تسجيل. بالنسبة للمخالفات كان ارتكب 6 وتم ارتكاب عليه 6 مخالفات. والركنيات للخصم كان قطع كرة مشات للركنية بالنسبة للخصوم في مباراة واحدة دونك في مناسبة واحدة بيوتو دونك ركنية واحدة. وبالنسبة للإنذارات عنده إنذار أصفر وحيد لحد الآن في رصيده. فوالا دونك هذوما أرقام خليل القصاب دونك تنجموا تتفرجوا تفرجوا لبقيت الحلقات نتاع الملاعبية الأخرين موجودين على لابري ماتش على البلاي ليست كل شيء موجودة غاديكا بالطبيعة. واصلوا تابعونا على حلقة على قناتنا ريكاب سيا واشتركوا في القناة وعلى الفيسبوك الموقع الرسمي والموقع الرسمي تاعنا كلوبيست بونيت موجودة كل أخبار النادي. شكرا للمتابعة نشوفوكم في الحلقة الجاية إن شاء الله اللي باش نحكوا فيها على ناري العزونيه.